ازاي تعرف انها مش عايزه تكمل معاك او عايزه تنهي العلاقه بس عايزه تنهيها بشياكه او بتطلعك من دماغها؟ تعال اقولك في الفيديو ده على علامات او تصرفات هما بيعملوها او افعال بتبين ان هما بيطلعوك كده خلاص من دماغك او مش عايزين يكلموك بس بينهوها بشياكه. كمل الفيديو للاخر لو مهتم. اهلا بكم يا جماعه في فيديو جديد. قبل ما نبدا عايز اقول لكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان ده بيشجعني ان انا اعمل لكم فيديوهات اكتر تفيدكم. هدفي من القناه دي ان انا اضحككم او افيدكم باي حاجه، يعني شويه جد وشويه هزار ومن غير كلام كتير. يلا نبدا الموضوع. مبدئيا كده في شباب عارفه الكلام اللي انا هقوله ده وعارفه طبعا تتصرف ازاي وعارفه اللي قدامها ده بيعمل ايه بالظبط، بس في شباب تحس ان هي ساذجه او طيبه او على نيتهم، مش عارفين هما بيتصرفوا ازاي او مش عارفين اللي قدامهم دول بيعمل ايه معاهم او مش عارفين يحددوا هو ده عايزهم ولا لا. فانا جايه اوعيكم، يعني جاي اوعيكم. المشكله خلينا نبدا. اول حاجه احنا في عصر التكنولوجيا، يعني صعب دلوقتي تلاقي حد مش معاه موبايل او تليفونه مش جنبه، حتى لو هو مشغول هتلاقي التليفون جنبه برده وبيشوف ايه اللي بيجي عليه. فلو انت بتبعت رسائل كتير لبنت ومش بترد عليك او بتتجاهلك او بترد عليك متاخر، فاعرف انها مش معجبه بيك، واعرف كمان ان هي ممكن صعب جدا ان هي تفكر فيك، فاقلب وشوف اللي بعدها، مش هنضيع وقت. احنا دلوقتي كلنا شايفين وعارفين كويس ان لما حد بيجي يحب مننا بيحب يخلق وقت من تحت الارض عشان يقعد مع اللي بيحبه ده ويقعد يتكلم معاه. فاعرف انها طالما مش بتتكلم معاك كتير او مش بترد عليك بسرعه، اعرف انك مش في دماغها. كمان انت لو في علاقه مرتبطين، اعرف ان هي اول ما بتعمل كده لما بتبدا ترد عليك متاخر، اعرف انها بدات تمل منك او بدات تزهق منك، ممكن تكون بدات ان هي تطلعك من دماغها، بطلت تفكر فيك او عايزه تسيبك. فخلي بالك كويس. بس الكلام ده لو الكلام ده اتكرر كتير، مش مرة مرتين ثلاثة، كمان اعرف كويس منها ان هي مشغولة فعلا ولا لا. حاول تعرف منها وتفهم بالظبط قبل ما تاخد اي قرار بناء على اللي انت هتشوفه. الكلام ده في كل النقط اللي انا هقولها لك او كل الحاجات اللي احنا هنقولها بقى الفيديو. تاني حاجة، ودي البنت مش تعملها غير لو هي معجبة بيك وعايزك تغير عليها او لو عايزة توضح لك انك زي اخوها. لما تيجي تسألك على حد مثلا تقول لك ان هو عاجبها وعايزة تكلمه او عايزة تعرف الطرق اللي هي تكلمه بيها ازاي، فدي يا اما عايزاك تغير عليها يا اما عايزة تقول لك انت زي اخويا، ما تفكرش فيا اكتر من كده. ممكن تكون عايز تعرف كمان شخصيتك وردك عليها او تعرف كمان انت ايه اللي بيعجبك عشان هي تعمله، وبرده ممكن تكون بتعمل كده عشان هي معجبه بحد تاني وفعلا عايزه تكلمه. تالت حاجه ودي هتعملها لما يكون في حد عاجبها او عايزه تشقطه او بطلت تحبك او بتطلعك من دماغها. لو انتوا متعودين بتنزلوا صوركم مع بعض وفجاه تلاقيها بطلت تنزلها، اعرف يا معلم انها في حد عاجبها وعايزه تشقطه او انك بتطلع خلاص من دماغها ومش عايزه توري حد او مش عايزه تظهرك قدام الناس وتقول ان هي مرتبطه مثلا او في حد عاجبها. حاجات غريبه برضو ممكن تعملها لو انتوا قاعدين مع بعض وبتتكلم في التليفون مع صحابها وبتقول اي حوار غير انها موجوده معاك، غير انها قاعده معاك. كمان لو عامله موبايلها سايلنت قدامك وبيرن ودايما كل ما بيجي يرن مثلا تبص عليه كده وتقوم شايلاه من قدامك وتقوم قافلاه، اظن الحاجات دي انت عارف هي بتعملها ليه، مش مستني مني ان اقول لك. ساعتها اعرف وتاكد ان في حد تاني لو الحركه دي اتكررت كتير، وفي نفس الوقت مش عايزك تبقى شكاك، مش دايما على طول تخلص طالما هي عملت كده يبقى خلاص في حد تاني، لا ركز جدا في الحركات، ركز جدا في الافعال اللي بتحصل. لو انت حسيت بحاجه غريبه او في حاجه غلط فتاكد فعلا ان في حاجه غلط وابدا اتكلم معاها وابدا اسالها هو في ايه، عشان تقدروا تاثروا على بعض المشاعر والوقت اللي عمال يتبذل من غير فايده. وفي الوقت ده لما تحس ان في حاجه غلط انت اللي لازم تقطع معاها، ما تستناش ان هي تسبقك وتسيبك، اسبقها انت. حاجه كمان بيعملوها كل 24 ساعه تيجي تقول لك انا مش مبسوطه، علاقتنا مش زي الاول، او هتيجي تقول لك انت ليه ما بتسالش، ممكن تلاقيها بتغيب بفترات وبعد كده تيجي تلومك انت. الموضوع كله ببساطه انك لما بتحس ان في حاجه غلط فهو مش من فراغ، هو اكيد في حاجه غلط، فلازم تاخد ستيب او تاخد حركه، لازم تاخد رد فعل اتجاه الكلام ده. ما تكدبش احساسك وابدا خد موقف واسترجل، ما تقعدش تبذل في وقت وتبذل في مجهود وانت اصلا عارف ان في حاجه غلط وان الموضوع ده مش هيكمل للاخر. وحاول كمان ما تبهدلش كرامتك، انت تستاهل احسن من كده. حاجه كمان، لما تلاقيها مش مهتمه بشكلها قصادك او مش مهتمه ان هي تشدك، حتى احنا كشباب لما بنيجي نشد حد بنشده بمظهرنا لان ده عامل اساسي في الانجذاب. ما تصدقش حد لما يجي يقولك ان الشكل مش كل حاجه او ان الشكل مش عامل اساسي في حوار الانجذاب او الارتباط، لان دايما كتير هتلاقي حتى لو بنسبه بسيطه هتلاقي ان الشكل موجود فيها، مش هنكدب على بعض. حاجه كمان هتلاقيها بتعملها لما تبدا تخلق اعذار وحجج انكم تتقابلوا او ان هي تكون مثلا في المنطقه حواليك وتيجي تعرف بعدين ان هي كانت موجوده وما قالتلكش، ولما تلاقيها بطلت تخرج معاك اعرف من الاخر ان هي مش طايقاك لمؤاخذه. هتلاقيها بتحاول تقفل الكلام معاك، هتلاقيها بترد على قد، ما بتفتحش مواضيع، مش بتبدا الكلام معاك، اعرف ان الموضوع كده خلاص اقفله وابدا شوف اللي بعده، ما تضيعش وقت. طبعا في علامات اكتر من كده ممكن تلاقيها، بس ابدا بقى انت شوف افعالها عامله معاك ازاي. لو لقيت حاجات كتير قوي من دي، لو لقيت التصرفات بتتكرر معاك كتير، ابدا اسالها هو في ايه، ابدا اعرف منها انتوا عايزين تكملوا ولا لا،
ولو لقيت ان فعلا في حاجات كتير من الحاجات دي فانت ابدأ اختصر الموضوع وابدأ سيبه وشوف الحوار اللي بعده، وما تضيعش وقت، وقتنا اهم بكتير من الكلام الفاضي ده. وبس كده يا صديقي، ده اللي انا كنت عايز اقولك النهارده. لو عندك اي استفسار او اي سؤال او اي حاجه حابب تضيفها سيبها لي تحت في كومنت، ولو استفدت باي حاجه من الفيديو ده اعمل لايك وسبسكرايب عشان يجيلك كل جديد، وهتشجعني اكتر ان انا اعمل لك فيديوهات تفيدك. كمان ما تنساش تعمل فولو على الانستجرام والتيك توك. وبس كده، اشوفكوا الفيديو الجاي.